ما لقيت أبيخ من هيك. لسه تحكيت. والله ما عاد أحصي. ضحك ضحك. والله ما عاد أحصي. تذكروني بشي نكتة؟ معقول ما حدا متذكر نكتة؟ مرحبا، اليوم نازلين نصوركم حلقة من برنامج صلنا زمان مو مصورين منه، اللي هو براونك دوز. حنعملكم مقلب مدلل. شوفوا شلون هلا، انتم شايفين شيء مو طبيعي؟ مو شايفين، تعالوا شوفوا. نحن مخبيين واحد هون عامل حاله زلمه بريء. شلونه؟ هلا. هذا علاء عامل حاله واقف بالشارع. حنوقف العالم، نعمل لهم تحدي صغير بمليون ليره، انه بدهم يحكوا ثلاث نكت بايخه لشخص ماشي بالطريق بدون ما يضحك. سبحان الله، حيكون ماري علاء. شو ما حيحكي حيفرط من الضحك. ليك من هلا عم يضحك، عم يجهز حاله. جاهز يا علاء؟ جاهز. قل لهم شو؟ شو؟ قل لهم يعملوا لنا لايك، يكتبوا لنا تعليق. لايك وتعليق وسبسكرايب، عملوا فولو على حسابي. كيفك؟ تمام. شو اسمك؟ لوبانا. لوبانا دامرة؟ حتى لي عمر. كلهم بيكبروني كتير. طب والله انا هيك يعني. قد ايه طولة؟ عشان اعرف قد ايه عمرك. قالت لي قد ايه تطلع، بس خايفة من الموضوع. خبيث خبيث. طولي 153. اه طويلة. وين طويلة؟ طب مو طويلة. طويلة. انت 153 مع الكعب؟ لا 160 مع الكعب. اليوم نعمل تحدي، لك تحكي لنا ثلاث نكت بايخة، تمام؟ لهيك شي شخص عشوائي، يكونوا كتير بايخين، إذا ما ضحك عليهم بتربح معنا جائزة. استعيني بصديق موبايل. إيه طلعي من على الموبايل، حضري لو سمحت، بس دقيقة. كيفا؟ هلا. بس نسألك سؤال. تفضل. شو اسمه؟ علاء. علاء، ليش ضايج؟ علاء روح. مستعجل. أنت شو كان اسمك؟ لوبانا. بدي تحكي لك ثلاث نكات، أنت حدد يا بتضحك يا لا، عشان الحيادية. هاتي سمعينا أول وحدة. قال في واحد لغى مواد عند دكتور، ليش؟ ليه؟ أنا عم بسألك ليش؟ ليش لغى مواد عند دكتور؟ إيه عنده. طب. لا لأنه مريض. أنا مريض. يا عمي دمك تقيل. ما لقيت أبيخ من هيك. مالك بايخة. طيب شو بدك تقول؟ ضحكتي. محاولة تانية. طيب، المرة محشش راح على دكتور مشان يصور، قال له الدكتور معك فيروس بالرئة، تمام؟ قال له المحشش فتش أكتر بلكي بتلاقي هيفا وهبة. شو دخل؟ هو عم يقول له معك فيروس. كان فيروس. قلنا لك بايخين يا لوبانا. وين بايخين؟ هي أبيخ. مو معقولة. الفيروس ساعدني شوي. ماني حافظ نكت، كل نكتي مهضومي. نعم يا روح امك. المرة رفيقتي اسمها اسرار، اندعست. شو صار؟ باح الصبح. شو صار؟ ايه عبت الدنيا فضايح. اسرار. انت اسلوبك عم بيضحك على فكرة. شو بدي اسوي؟ انا هيك بضحك كثير. والله شكله أصلاً عم يضحك لك. اسمعي. أصلاً يعني؟ لا والله. ليش ما عجبتك؟ والله كثير مهضومة. يا كذاب يا نصاب. في أبيخ من هيك طيب؟ كنت كثير لذيذة تبع إسرار، إنه تخيلتها إنه كيف. طيب خيو مرحبا عليك. هلا حنبدل الدور، بدك تحكي لها أنت للصبية ثلاث نكات بايخين. إذا ما ضحكت لك تربح معنا أنت مليون ليرة. إذا ما ضحكت تربح مليون؟ ما قلت لي بتربحي مليون. قلت لك تربحي. لا قال لي. هذا كل اللي مريض طروقي. جربي اخر واحدة. المرة الساحر راح لعنده واحد بده يعمل حجاب، يا حزرك ليش؟ مشان يسيطر على مرته. قام قال له الشيخ بس لخلص جلي. بس خلص شو؟ جلي. انا ما دخلني هو. قلتي والله اسلوبك هو اللي بيضحك، بدك تحكيها بجفاصة. والله العظيم هذا والله كلها بيضحك. طب انت لا تضحك. طيب والله حلوه انت نقيه. انت اعطينا ثلاث نكات. تخيلت الساحر كيف عم بقول. مره مهندس قرر يترك شغله، قال له انا مستطيل. والله العظيم ما بضحك. انا مستطيل. مستطيل قد ايه بتضحك النكته. مره واحد كسلان فات على الفحص، قام وقع منه الالم، قام سلم الورقه. بتضحك. بايخة أبيخ من هاي. شو ضحكتي فيها؟ بايخة. أنا ضحكتي بايخة لأنه بايخة. أنا بايخة لازم أضحك. هلا أنتوا اثنين خسرتوا للأسف، وأنا الوحيد الكسبان. حرام أخسر لحالي. بس لأقول لك نحن عاملين فيكي مقلب الشوب معنا.
بس هي بتضحك. وجه له هيك شي رساله لانه خسرت وعمل فيكي مقلب. الله يسامحك بس. الله يسامحك خسرت. ما بربح ماشي. يعطيك العافيه يا لبان. الله يعافيك. كيفه؟ اهلا. شو اسمك؟ دعاء. دعاء قد ايه عمرها؟ 23. 23 العمر كله. انت لما تحكي هيك نكت لرفقاتك شو بيقولوا لك؟ مهضومه بايخه؟ ما بيخك. ما بيخك يعني ملعبه. حنوقف هيك شخص تحكي له انت ثلاث نكت بايخه، اذا ما ضحك بتفوزي معنا. حبيب بس كلمة. كيفة؟ علاء. شو اسمها؟ علاء. علاء بس هلا الصبية حتحكي لك ثلاث نكت. تمام؟ يا ما بتضحك يا بتضحك حسب النكتة. تمام؟ قال في واحد سأل وحدة قال شو اسمك؟ قالت له دارين. قالت له انت شو اسمك؟ قال له غرفتين ومطبخ وحمام. ما بصير يضحك. لقيت حدا تضحك انا. هلا هاي حنسامحك فيها اول وحدة. تمام؟ في واحد فات على غرفة حشاشين. قال لهم حرام عليكم، قالوا له عليكم الحرام. لا لا هو عم غش. انت عم تغش. بكون لك فيها انت لحتى تضحك. لا والله ضحكتني بدي اقول السلام عليكم، فكر السلام عليكم بس وحش. اخر محاولة. ربك ما تضحك، والله ناخذ بازار امني. شو ما في بازار؟ لا. مسك على شواربك، إذا بتضحك تضحك. ما بتضحك لا. مسكوا عادي. مسكه؟ ليش المحشش ما بيخلي مرته تلبس اصفر؟ مرته تلبس اصفر؟ لا مشان ما يفكروها تاكسي. لا لا والله عم بغش، والله عم بغش. مو طبيعي. والله انت مو طبيعي. حياة النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطة. نحن سوري منك. سوى الشاب شكله شو ما بتحكي له بده يضحك. والله العظيم. طب اسمع اسمع حنعكس الآية. هو حيحكي ثلاث نكت بايخة، إذا ما ضحكت له إذا ما ضحكت ثلاث نكت بايخة بفوز معنا بمليون. إذا ما ضحكت يعني بايخة، وإذا ما ضحكتي بربح مليون. تمام. في وحدة اسمها رنين غابت على المدرسة، قام سجلوها مكالمة فايتة. لا 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 حلوة هاي حلوة. مرة ديك زعلان ليه؟ اخته عم كعب ماجي. والله العظيم بايخه بايخه، والله بايخه. انت حلو مهضومه اي انت اسلوبك بضحك مو اسلوبك عن جد. ربحت المليون ليره. اعطي اخر محاوله. اخر محاوله. مره واحد احول رمى الطلاق على مرته وعم اجت جنبه. بايخه شو كثير حلوه. والله خسرت للاسف. والله العظيم ما بضحك. طب عم تضحك؟ انا انت خسرت. انت بتعرفها شيء؟ لا. ما هي خلص. شو شيء كثير بشوشة. ما ضحك. انت بشوش والله يغزي العين، دقه على الخشب. خلص راحت المليون؟ راحت المليون. انبسطتي ان شاء الله هيك فرفشتي؟ ولا انت انبسطت خسرت؟ طولوا بالكم هلا بخانة ورا الكاميرا. اثنيناتكم خسرتوا، انبسطنا فيكم. شو اسمك؟ دعاء. دعاء. على على دعاء وعلى على نفس الوزن. خسرتيني وانا خسرت. بالبادي اضل مهضومه. سلك عنا خبر انه علاء معنا بالاسف. ما بعرف لسه شايفته عم بيعمل شيء. ما بتعرفي. اوكي. سامحتينا؟ لا ما سامحتينا. لا وراكم. مقلب 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 كاميرا. ماشي يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا هلا. شيرين عاملين اليوم تحدي، اذا بتفوزي بتربحي مليون ليره. ماشي. تمام. شو هذا التحدي؟ شلونك هيك بالنكا؟ ماشي حالي. مهضومه شيرين؟ مهضومه. هاي رفقاتك عم بيقولوا مهضومه لكان. تمام. بدك تحكي لنا ثلاث نكا هيك لشي شخص هيك لا على التعيين. المهم ما يضحك، يكونوا كثير بايخين. ما يضحك. ايه. وبركي كان كتير هيك مجلوق مثلا بتخسري. آه. تمام ماشي. لحظة بس قرب شوي لهون لهون. شلونة؟ هلا. شو اسمه؟ علاء. ليش فايت بقوة علاء؟ طول بالك استعجل. الصبية هون عم تقول دمها خفيف، حتحكي لنا ثلاث نكت. تمام. انت حكوم تضحك ولا لا؟ طينا اول وحدة. أول وحدة بدي أقعد أتذكر. هلا لك صرنا ساعة عم بحكي مشان تتذكري. تذكروني بشي نكتة، معقول ما حدا متذكر نكتة؟ طلع لك أنا؟ يلا يلا. بس على المرة واحد قاعد في دفن، سألوا رفيقه أنت عزيت؟ أم قال له لا أنا على المازو. شو بضحك؟ هي الأول نكتة. شو للعمل؟ دغري خسرت. دغري خسرت. حاولي محاولة ثانية. حشست الليمون سيارة دفن الموتى. كيف جدية حلوة. سألها بتطلعي معي؟ قالت له لا. قال لا لا اصطفلي، العالم عم تموت لحتى تطلع معي.
تحكوش ليه؟ أصلاً على فكرة مهضومة، والله مهضومة مهضومة ده في الموتى ومهضومة إنه تموت لتطلع معه كتير حلوة. طب اسمعي شو حنبدي، بدك تحكي لنا ثلاث نكت بايخة تمام؟ إذا ما ضحكت هي بتربح معنا جائزة. أنت إذا ما ضحكت يعني بايخة بس بده يكونوا كتير بايخين. عندي ملعبي. مرة واحد اشترى شاشة بلازما وشاشة بلهاش لازمة. ضحكتني بايخة بس بتضحك. ما ضحكت بايخة ضحكت ما بايخة ايه تضحك خلاص. محاولة تانية عشان نكون منصف. هي أبيخ يعني مستحيل تضحك. اعطينا أبيخ شي. مرة قط فات على محل حلاقة. ليش؟ ايش؟ كان الباب مفتوح. لسه هي أول وحدة ما ضحكت. ثالثة إذا ما ضحكت بتفوز معنا أنت. خليكي عم تضحك. شو بدك من الحلال؟ يعني بالنص تستفي؟ لا ما في بالنص. شكله نصاب. ليش ليش النص برا؟ آخر واحدة. مرة واحد اثنين ثلاثة فاتوا على قهوة، طلعوا ثلاثة اثنين واحد. ليه؟ احذري. ليش؟ أكلوا مقلوبة. بتضحك. كذاب يا كذاب. والله والله مو من قلبك. من قلبك ولا مو من قلبك؟ والله خسرتوا انتوا الاثنين. هاي المرأة ما بتضحك، خليها تربحك هي. ليك أضحك. ماشي يعطيكم العافية. الله يعافيك. حبيب بس لو سمحت، كيفها؟ هلا. في مجال بس سؤال؟ يلا خذها. قرب هيك، شو اسمها؟ علاء. علاء معنا نوح، عم نتحدى تحدي. رح يحكي لنا ثلاث نكات وانت بتقرر تضحك ولا لا. حلو تمام يلا. في قطه دخلت بالبير، كيف طلعت؟ كيف طلعت؟ تعربشه. حدا طلع مبلوله. حلوه ومعقوله. ليش انت بتضحها؟ ليش بتضحها؟ لا هو ما هو هون حيادي. مره واحده سالت جوزها كان رايح على روسيا، قام قال لي معنى انه بروسيا في بنات حلوه فممكن تجيبينا بنت معك. والله راحت بعد فترة شي شهر شهرين ورجعت. شهرين ورجعت. فقال له وين البنت الروسية؟ قالت له سبورت 9 شهور. فما الموضوع غلط. عم يضحك هو. عم يضحك هو. عم يضحك هذي السنة تصير حريشك شو نافع يعني. قلت تزوجها على طول. قرب ايه؟ معقول؟ انا شفت لك نكتة. ايه بخيل زعلان. سألوا لي زعلان؟ قالوا انكسروا السنان المشط كله. ليش عم تضحك؟ ها بخلصها؟ لا كملي انت معي؟ قالوا انكسر السنان المشط. قالوا له انكسر سن بالمشط. فقالوا له طب ليه زعلان مشط بالسنون الباقي؟ قام لهم هو اخر سن. على هيك بصير؟ ابيخ من هيك نكتفي؟ انا مشط مشط واحد. اخي حنعطيه اخر واحد. اسلوبه بيضحك. اسلوبه انت قلت له سن واحد عارفها؟ ايه احكيها بجديه وعبوس. تكرم. وحده عم تتعلم السواقه. سال المدرب. قالت له المدرب. قال المدرب ايش رايك؟ سال مين يا اخي؟ هي قالت له المدرب. هي اسال هو ايش رايك؟ اعتمد. ولا هو فاهم ايش قاعد يقول ولا احنا فاهمين هو ايش قاعد يقول. وشوفوا ايش قاعد يقول لانه ما حتفهم ايش قاعد يقول. قال له اشرك اليمين على البنزين والثاني على الدبرياج اليسار. ام قالت له يعني ايش مين على مين؟ قال له المدرب لتتعلم. ايه قال له اذا بتقيمي اجرك اليمين بتوقف اليسار. قال له ارفع اجرك اليمين ووقفي باليسار. ايه عشان تدعس باليمين. اللي قال له مين؟ المدرب. مدرب. ايه اذا بدك تدعسي دعسي باليمين، اذا بدك توقفي دعسي باليسار. قالت له اذا برفع انه من السواقه. قال له بتوصلك الشهاده لعندك على البيت. انت جاءت الوفاء. اقول شو بيحكي هو عابس وهي بتضحك هو عابس. قالوا حشش كيف بتكون مرتك؟ قال له بتمناها مثل القمر. عم قالوا له ليش؟ قال لهم انا تكون عندي بالليل وتختفي الصبح. بحياة ربك بتضحك. بحياة ربك بتضحك. انت يا عم تحكيها قلت لك عبوس. لا تفرج على الكاميرا. تفرج هيك عابس. انت هيك عاطيه فنكي يعني. حنبدل خيو. هلا مش عم يرتاح منك. هلا انت خسرت. حنتحداك تحدي له. بدك تحكي له للشاب ثلاث نكات. حلو. يكونوا كثير بايخين. اذا ما ضحك وش يضحك لحاله. اذا ما ضحك تربح معنا مليون. مليون ليره. خلاص هلا لا تضحك. اذا ما ضحك. المره ليمونه عملت امتحان عم اخذت عصره من عصره. تفرج.
كمل. ترى الضحك ما ضحك ما ضحك ما ضحك. هي اول وحده صح، بدك تنتين وتربح مليون. بربح المليون هلا اذا هي حلو. مره واحد عم يحك اذنه بمفتاح سياره عم يشتغل وفات بالحيط. محمد يا سلامي. والله بايخه يا زلمه. والله ما عاد احسي. ضحك ضحك. والله ما عاد احسي. بايخه. والله ما عاد. شو اللي بضحك فيه يا زلمه؟ امسكني يا اخي. امسكه. طيب والله بضحك. انت اسلوبك لحاله بيضحك. لك شوف الابتسامه تبعها. يا كذاب. مره واحد هي مستحيل تضحك ها، يعني اذا بتضحك انت بتكون ضحوكي. والله وش لحاله. وش وش انسان يا زلمه. ما في مره. ادخل لي خلاص. واحد راح على البحر. اخذ معه سكينه. ليه؟ ليش ليش اخذ معه سكينه؟ لانه البحر غدار. شلون بتضحك يا زلمه شباب؟ شو حلوه؟ والله العظيم معلم عنده اسلوب اقسم بالله بالنكت بمره. يخرب بيتك شو كذاب بايخه. اقسم بالله شغله بايخه. مره على سامي مليون ليره. والله انك كبير. اخر محاوله كونه هو اعطيناه 20 محاوله. معي لسه محاوله. ايوه هيك. مره نمله جوزت دبانه. ليه؟ نملة جوزت دبانة. جوزت دبانة ليه؟ جفاف عاطفي. لا ما شايف لما بضحك. مبين اولا ما بضحك. حلمة تجوز طيار. الله العظيم اذا بدي اضحك كون كذاب. ما بحس يعني ابتسامة. هلا ربح معنا مليون. انت ما بضحك يا زلمة. شو مليون؟ وال 10,000 تبعوتي؟ ما ضحكت انت هلا. شو بدي ب 10,000؟ هلا انا ربحت مليون. ما بصير. شو بدك فيني؟ انت ضحكت ولا لا؟ ما بصير هيك. هلا شوف شوف هلا ما بقدر احكي. خلص الضحك يا اخي. هلا انت ربحت معنا مليون. بارك له بس. لك ان شاء الله الف مبروك. قلبك الله يبارك. بدك شيء يا غالي؟ الله يسعدك. والله مو من صواصيب قلبه. 10,000 ليره لبكره. تعال لك شغله. ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله. بس بدي لك شغله انه الشاب معنا. بالله. قاعد انت عم تضحك له بدك تخسره. هلا انت رفقاتك شو بيقولوا عنك؟ ظريفه ثقيله لذيذه. انا واقف هيك شي حدا لعلى التعيين. تمام. يعني احكي له ثلاث نكات. اذا ما ضحك من ربحك معنا جائزه. تمام. جائزه ثقيله. اذا ضحك تخسري. حبيب بس كلمه. يلا طلع الموبايل. بس بدنا نسالك سؤال. عندك مشكله؟ شو اسمه؟ علاء. علاء بس عم نعمل هيك اختبار للصبيه. تمام. لتحكي لك ثلاث نكات وانت يا بتضحك يا لا. مرة في واحد سنغالي وواحد سن رخيص. سنغالي وسن شو؟ رخيص. بس ضحكت. انت وليا وليا بجفاف. حلوة. سنغالي ورخيص زلمة. حنعطيكي محاولة ثانية. في نملة حبت واحد كثير بس عن بعد، يعني ما كانت تسترجي انه تقرب. آخر شيء قررت تقرب عليه لأنه لقته له فترة طويلة ما عم يتحرك، فقالت إنه بلكي تلاقيها بادرة تقرب. هي قربت لقته حبة بركة. لا تضحك لا تضحك. اسكت اسكت انا بقول لك اسكت. طويل بالك. شو قلت لي اسمها؟ هلا هلا. واقف شوي هيك على في قملتين كانوا على راس واحد، فوحده عم تقول لها خلينا نروح على واحد ثاني نتغذى عليه احسن، يعني هذا خلص دمه. قالت لها طب يلا اخر زحلوطه وناشي. اصلا هو طب ليه عم تضحكوا كثير بايخين؟ اي بتضحك. شكرا. هلا انت هيك شو قلت لي اسمها؟ علاء. علاء هيك خسرتها. لا كان في جائزه احنا ما قلنا. علاء بدك تحكي ثلاث نكات بايخي. اذا الشخص هيك ما ضحك تربح جائزه مليون. عم تخسر. هلا حنشاركك انت وتكون هي الحكم. اعطينا هيك شيء ثلاث نكات معك. لا تضحكي بايخه بايخه. عم لك والله ولا بايخه. انا بعرف حالي. بتعرف حالك بايخ؟ اه. اول شيء هيك توتر لا تضحك، يعني خلي نفسيتك هيك قاطعه صح. والله مشان ما اضحك يا جد. مرة واحدة اسمها نور أكلت كبسة عم طفيت. نور شو تضحك فيها؟ نور كبسة. القملة بتضحك. هي تذكرت الكهرباء فعم تضحك. تذكرت نكتتها. مرة جاجة فاتت على عزا قالت له البقاء لله. لا هي حلوة. حلوة النكتة. هي عن جد بايخة. حلوة. كثير باخر رح اعطيك اياها، يعني مستحيل تضحكي حتى لو حاولتي ما رح تحسني تضحكي عليها. مره مهندس قرر يترك من الشغل، قال لهم انا مستطيل. ما ضحكتي. ربحت معنا مليون. ايه شكرا. معنا لك خسرتينا. اي والله مليون. شكرا شكرا. انت خسرتي معنا. علانه. هلا بس لك شغله انه علاء معنا. نحن عاملين فيكي مقلب. هات المليون لهون.
حسيت براحة نفسية. هي تضايقت انه ليش هو ربح وانا ما ربح. سامحتينا على المقلة؟ المهم انه هو ما فاز، انا سامحتك. المهم انت ما فاز. ماشي، يعطيك العافية. شكرا لك. حبيب لحظة بس. شلونه؟ هلا. لنسألك سؤال بس. معلي بس دقيقة شوي. شو اسمه؟ علاء. علاء، صبية بدها تحكي لك ثلاث نكت. انت قرر يا ضحك يا لا، اذا حلوين ولا لا. تمام؟ بس هيك. اعطينا هيك اول وحدة. واحد رح اولية الشارع. وبعدين لا اصلع. نالك بايخة. باثنين ركبوا عربية. واحد ساق والثاني فخت. نالكم بايخة بايخة. انتوا عم تضحكوا عليها. اولي اخر واحدة وضيعة. تخيل حالك انت ورفيقك واحد ساق والثاني. ايوه اتغيرت ساقنا على الموقع. انت ساق ولا فخت؟ فخت. تعرف ليش الرجال الياباني ما بيحارب؟ ما بيحارب الياباني؟ ايه انه هو جبان. انه ياباني جبان. مالك بايخة يا تخا. يعني ما في اسخف من هيك. طب حنقلب الآية، حنقلب الآية. هلا انت خسرتي. حنسأله له. اسأله له. وانت بتكوني الحكمة. تمام. تمام؟ مرة نمر لاحق سيارة، ليه؟ ليش؟ عم يلطش النمرة. كثير. هاي ما ضحكت، هاي اول وحده ما ضحكت. اول وحده ربحنا المليون. هلا هي ربحنا مليون ولا ثلاثة؟ لازم ثلاثة؟ مرة مهندس قرر يترك من الشغل، عم قال له انا مستطيل. هاي ابيح من اللي قبل. هاي بتضحك من قلبك كمان. هاي ضحكة بالشام. ضحك والله العظيم. مايكل مستطيل شو؟ ضحك. لبعض. لا تحلف، هاي عم ضحك. لبعض. مو بضحك. بلو بضحك. حد ما حدا ضحك لي. هلا أنا بمليون ضحك ده. أخي آخر محاولة. معلش أنا أعطيك واحدة. مرة واحد عم يصلي بسرعة عم يعمل على السجادة. والله بضحك. والله ما بضحك. ضحكوا. ضحكوا بلعب عندي مصاري. هلا أنت اثنين خسرتوا. راحت خسرت. ان شاء الله ضحكتي، ان شاء الله فرفشتي بالآن. تمام. هن ضحكوا لك على تنتين من يعني. انت بس وحده ما ضحك. طلع لك معنا خلص 5000. 5000 وزياده عليه. انا راضي والله. بقول لك عندك خبرين. اول خبر انه انتوا خسرتوا معنا. اوكي. ثاني خبر انه علاء معنا. لا علاء معنا بالاساس. كذب. وفكرتك واضحه. هلا دارت لك. يا الله ما انا ما كان يعني شو ما بتحكي حيضحك. اذا قلت لي مرحبا رح موت من الضحك. وليك الكاميرا مقلقة. ماشي يعطيكم. يعطيكم العافية. بس انه نكتوا بيضحكوا ولا لا؟ والله كثير سخيفين. تحكي بس تحكي ما بقول بالخير لحدا. خليك مستحيل خليك تربح. احدا يحب حدا؟ ما حدا لحدا. كنا معكم بهاي الحلقه وكان معنا علاء اكل مسبات لشباب من العالم. والله تعبنا يعني. انا مسامحهم بس انه كتبوا بالضحك. بس عجبتكم الحلقه اكتبوا لنا هيك تعليق حلو مثلكم، اشتركوا بالقناه ولا تسبونا على النكت التافهه لانه هي لازم تكون تافهه مشان نروح اليوم. لا انت هيك شوخ بالعاده. يلا باي.